مهمة بتاريخك، حدثني عن حلقة ندمت على تقديمها. حلقة ندمت على تقديمها، مو تنديمها، سجلتها وما انعرضت هاي شنو يا حلقة سجلتها وما انعرضت؟ بأحد القنوات. ليش ما انعرضت؟ اجى تبليغ ما تنعرض لأن بها ملفات. وشنو المشكلة؟ ملفات عن منو؟ يعني عن شخص حاليا بالاتحاد. نبيل انت صريح. لا يعني باوع، شوف مو الموضوع البكان اللي اترك بعد ما اتحدث بي على مو على مود صراحه. ما جاي يحكي على المكان، ما قلت لك اذكر لي القناه. من اقول لك صريح راح اقول لك هيك شيء الموضوع فلان الموضوع. كل شخص يا ملف اللي يقصد. صار موضوع هاي متندم عليها. مو مهنيه باساءه هذا الملف وما رفضوا يعرضوه؟ لا قال بحقائق. لا 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 قالوا هذا من طائفه معينه وممكن يعرض هذا الملف انت ويا للقتل. والله. وهاك هاي النعمه. اليوم هواي راح اصرف نعمه. زين ضيف مستحيل تستضيفه ببرنامجك، ما يدخل لقناة ما دام انت موجود. هواية مو ضيف. والله والله ايش قد يعني هو 10 باوع يعني مو انت من تقول لي ضيف مثل اعلامي لاعب شخص ببالك ما دام انا مقدم برنامج ما يدخل منه هواية